اهلا بكم متابعي انفا تيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم غنتناولوا فيه الخطاب الاخير للملك محمد السادس اللي كان بمناسبه الذكرى 69 لثوره الملك والشعب اللي كان يوم السبت الماضي. فاليوم غنتناقشوا حول الخطاب والمضامين ديال الخطاب اللي تابعوه المغاربه بواحد الاهتمام كبير. معنا اليوم باش نناقشوا المضامين ديال الخطاب السيد رامي بوشعيب بصفته رئيس نادي المستثمرين المغاربه بالخارج. اهلا بك سي رامي. لاباس عليك لاله. الحمد لله. سي رامي، بطبيعه الحال تكون تابعتي الخطاب الملكي وشتي المضامين ديالو، ومن اهم الحويجات اللي طلق لهم الملك محمد السادس هو يعني جانب القضيه ديال الصحراء، طلق ايضا لمغاربه العالم وخداو حيز كبير من الخطاب الملكي. فكيفاش تابعتي الخطاب الملكي؟ اش غادي نقول لك؟ الخطاب الملكي أتلاجة صدورنا، وشي حاجة فرحنا بها كنا كنتسناوها هذه سنوات، والآن تقالت. حنا راه فحال دارت، حيت كلام صاحب الجلالة كلام رسمي، تقالت غادا الدار غادا الدار، وحنا فرحانين لأن تعذبنا وتكرفشنا بزاف الحوايج ما كاينش ما نعاود لك. الحمد لله اللي دابا تصوبت الأمور من ناحية المكاتب، الجواز الاستثمار ولاو مزيانين، يعني ما كاينش داك العراق اللي كانت كتمشي كتحط كتدخل لهداك سميتها لابواط ديالهم، كياخذوا الملف ديالك كيجاوبوك كيقول لك دير هاد دير هاد دير هاد دير البلاتفورم، وزعما كتشي يعني مزيان. فالخطاب بنفسه فكرنا في الايام اللي كنا كنجيو فيها، ولكن حنا ما كاينش اللي غادي ينسينا في بلادنا. بعد واحد القضية نقول لك، قضية الصحراء راه ما تحيدش لنا من البال، وما يمكنش يناقشها شي واحد معانا في الخارج ويسكتوا عليه، وما يمكنش شي واحد يجبدها ونوض. حنا دابا دايرين غير بعضياتنا بلا ما تقول لنا الدولة ولا يقول لنا شي واحد، غير كنشوفوا شي واحد مشى بغى يدير شي حاجة كنوضوا. عندنا الماتيريال موجود، اللافتات كاينين، التصاور كاينين، بنادم حاضر اللي خدام اللي ما خدامش اللي بيرمانونس اللي كيمشي يدير تيهز حتى هو اللافته وكيوقف وكيهضر. علاش؟ هذا من شيام ديالنا الوطنيه، راه ما يمكنش نتزاقلوا مع شي واحد على قيد الصحراء وما نسبحوش في الجبر. من ثوابت. من ثوابت. فيما يخص هذا الخطاب، الى غدار هذه المؤسسه اللي غادي يدير سيدنا ان شاء الله، حنا طلبنا باش الى دارت تدار من الناس نزهاء لهم مكانتهم وكيعرفوا وقضاة ومختصين وحيسوبيين، يعني باش الا غادي نديروا المواكبه الجاليه نديروها مواكبه في بلاصتها، نسمعوا منهم وناخذوا برايهم، وماشي نديروا هذاك الشيء اللي قالوا لنا الجاليه. راه مع احتراماتنا للبيئه ومع احتراماتنا للحوايج اللي ممنوعين، راه ما كاينش هذه الجاليه زعما كتجي بغات دير هذه القضيه لانها الجاليه وسيدنا لا، الاحترام للبيئه والاحترام للقوانين ديال البلاد، ماشي الفوضى اللي جا راه بغى يطلع يزيد تبقى وما عندوش الحق وهذا، لا لا لا، داك الشيء كله حنا ضده. حنا باغيين استثمار، نتفقوا على واحد الحاجه نديروها في اي ميدان، يعني اتفقنا باش غادي نديروا القوافل الاخباريه حول مزايا الاستثمار. حنا بعدا ورحنا غاديين بها، غادي الخامسه راه باقى السته والسابعه حتى نكملوا الجهات كلهم. هاد القوافل كنجيبوا المستثمرين من الخارج اللي هما كينتميو لهاد الجهه. كنعطيك غير مثال، كتجيب مثلا الناس ديال اللي كاينين في طاليان يجيبوهم بملال، باش اي حاجه خاصه في بملال واي حاجه هما مستعدين، عندهم فلوسهم عندهم المسائل ديالهم، عندهم شركاء ايطاليين معهم كيجيو. فنفس الشيء الاقاليم الجنوبيه ديالنا، اكادير، وجده، مراكش، في كل قنت غادي نجيبو ولاد البلاد، ولاد البلاد ديال ديك المنطقة، باش نسهلوا المأمورية على الاستثمار في المنطقة ديالنا. فاش غادي نقول لك؟ أنا فرحان بزاف عاد. تصور يا قلت لك شحال من واحد عيط لي في التليفون من الجالية ديالنا اللي منخرطين معانا واللي كيعاونوا، يقول لك علاش غادي نديروا السي رامي اش غادي؟ انتم غير تسناو حتى تخرج هذه الهيئة، وحنا غادي نعاونوا الهيئة. باش غادي نعاونوها بكل شيء ديالنا. اي حاجه بغاتها الهيئه، بغات ناس موجودين، حنا الاطر عيطنا نبغاهم نجيبوهم، ديروا معنا موعد نجيبوا 1000 اطر للمغرب،
في قطور من كل ميدان، في كل ميدان مثلا فيه 10 10 في الهندسه، يعني الجاليه المغربيه كانوا كيتجادلوا واحد الدفعه والخطاب عطاهم هذيك الدفعه. عطات كانوا كيتسناوها، هذه كانوا كيتسناوها، يعني انا الصراحه ما نكذبش عليك كانوا كيتسناوها. حنا قضيه السياسه طلبنا ما خلينا ما درنا، ولكن راه انضمامنا للسياسه بطرق اخرى بالعمل ديالنا والاستثمارات ديالنا راه حنا كنديروا في السياسه. راه ماشي السياسه الشرط ديالها انك سير البرلمان وغوت وقول هنا وجيب استثمار ديالك وقول هنا. انا كنطلب من المستثمرين يجي ويدير استثمار في البلاد ويقول لك انا استثمرت ودرت في بلادي، ولا عندك شي حاجه ديك الساعه راه غادي تصاوب لك توت سويتر، ما كاينش اللي يمسك. بالعكس انت مستثمر اكثر من برلماني لانك جبتي استثمار للبلاد انت. اما برلمان راه انتخبنا عليه، ولكن حنا واحد القضيه ما كنتخبوا ما كنترشحوا ما كنديروا حتى شي حاجه، فما ما بغيناش شي واحد يتكلف بينا وهو كيدير سياسه، حيت هذاك اللي غادي يتكلف بينا وكيدير سياسه غادي يعطف على الناس ديالو، ما يمكنش يعطف علينا حنايا. ودائما هذا هو المشكل اللي حنا فيه. حنا راه طلبنا حنا الوزاره بسيدنا الله يرحمه الحسن الثاني، وعاد باش دار وزاره الجاليه جا ودارها، دار السي حداوي، كان السي حداوي ماشي متسيس، وانا القيل والقال حتى ردوها حزبيه، خذا هذا ولات كيتناوبوا على كاطو بارتاجي من على هذا الحب. خصنا نديروا شي حاجه مزيانه لبلادنا وهي استثمار. اللي عندك شي استثمار جيبو، وهذه هي الوجبه. حنا راه باغيين نستثمروا في الماء، باغيين نستثمروا في التكوين المهني، باغيين نستثمروا في الزراعه يعني الفلاحه، في الصناعه، في التكنولوجيا، بزاف الحوايج وعندنا كاينين، خصنا نبركوا مع الهيئه اللي غدار ان شاء الله. والملك بطبيعه الحال من خلال الخطاب ديالو راه بين انه واعي وعارف بان بالحجم والاهميه ديال الجاليه المغربيه بالنسبه للمغرب، سواء من ناحيه الاستثمارات، وعارف بانهم كيستثمروا ماشي غير في مجال واحد وانما في شتى المجالات، وكان دار واحد الاشاده في الخطاب ديالو. وفي الخطاب ديالو اكد الحاجه اللي هي ان هاد المجهودات اللي كتقام باش اننا يعني في الاستقبال ديال الجاليه، قال بان الاستقبال ديالهم ما كافيش، ماشي كافي باننا نستقبلوهم باش نرجعوا لهم هذوك الحويجات كامله اللي كيعطيوها للبلاد، فطالب ان يبدلوا مجهودات اكثر. فبالنسبه لك كيفاش تلقيتوا هاد الاشاده الملكيه؟ الاشاده الملكيه حنا خديناها نهار الاول من سميتو النموذج التنموي. دابا اي حاجه كنديروا اي اتفاقيه كنديروا كندخلوا النموذج التنموي مع هذاك الناس باش نحترموا كلنا النموذج التنموي لانه هو صالح لنا. وهذا النموذج التنموي راه عرفنا بان به غادي يتصاوب المغرب، فالحاجه اللي غتصاوب المغرب راه حتى حنا باغينها. فالناس حنا هذه ادره من يعني من الاشياء الاولى، كاين قضيه الصحراء وكاين النموذج التنموي وكاين الاستثمار الجهوي. هاد ثلاثه الحوايج حنا هذا هو شغلنا الشاغل، راه ما غنتفرقوش مع هاد ثلاثه الحوايج حتى نحققوهم ان شاء الله. الصحراء ما بقى والو، راه هي شديناها، ما كاينش اللي غادي يقول شي كلمه، فهمتي؟ انا اش غادي نقول لك؟ الصحراء صحراؤنا والملك ملكنا، واللي بغى يطلع يهبط حنا نقلب على صحراء اخرى مشات لينا، فهمتي؟ ان شاء الله. من ناحيه النموذج التنموي راه حنا غادي نخدموا مزيان، درنا اتفاقيه مع الاطر، مع الناس اللي هما دي ديليجون، مع الناس اللي كاينين مسيرين ديال الشركات، درنا اتفاقيه معاهم باش الا جبنا الجاليه ديالنا يقلبوا على مسيرين كيلقاوهم معاهم. هاد المسيرين هادو كاينين هنا في المغرب، راه واحد شي 700 مسير يعني انضموا لواحد النادي وداروا معنا اتفاقيه حتى هما، وراه حنا خدامين معاهم. فيما يخص هاد الشيء ديال الاستثمار، اش غادي نقول لك؟ الا كانت التحفيزات يديروا لنا غير واحد القضيه مهمه، دابا كاين ذاك الميثاق اللي كيشرف عليه السي الجازولي، هاد الميثاق ماذا بهم يزيدوا فيه غير نقطة واحدة، تحفيز للجالية المغربية بالخارج باش تسمع داك التحفيزات تجي توت سويت. مثلا الناس الخارج نعطيهم يديروا المناطق الصناعية هما يبنيوها لراسهم ويجيو الناس يستثمروا ديك الساعة، الناس الخارج نعطيهم يديروا، الناس الخارج نعطيهم يعني غير واحد التحفيزات يكونوا غير شي خمسة فقط. كرويمو والله العظيم داك العدد اللي غادي يجي ديال المستثمرين لا يحصى ولا يعد ان شاء الله.
وجلالة الملك في الخطاب ديالو اكد على واحد الامر اللي هو ضروري، قال بان احنا ما كان ملي كنخاطب جاليه ما كنخاطبش غير الجيل الاول وانما حتى الاجيال اللي موراه، يعني كيدوي مع الشباب. قال وعيا منه ان كاين واحد القدر كبير من الكفاءات الشابه المغربيه اللي مقيمه بالخارج، علاش ما تستافدش من هذا التراب الوطني، علاش ما تستافدش من المغرب؟ هذه نقطه مهمه. هادو راه ولادنا، حنا راه عارفينهم، لكن بعد خطات كنهضر معاهم كنقول لها بابا كيش كيكون بابا في عمرك في عيانه في على ما تيقولوا دائما هكا. ولكن هذه الكلمه ديال صاحب الجلاله شجعتهم وجعلتهم يعيطوا بابا كيش كيكون بابا في هذا المغرب الملك. حنا فرحنا ملي ولادنا ولاو دابا كيعيطوا ملي يسمعوا الخطاب الملكي ومترجم لهم الفرنساويه، كاين اللي ترجم ليه بالسبليونيه، حيت كاينين ولادنا اللي ما عارفينش كاع العربيه وترجم لهم الخطاب. ولكن حنا غادي يكون ان شاء الله نادي مستثمرين المغاربه في الخارج، شغلنا الشاغل هو هاد الشباب، نوصلوا له هذا الميساج ونجيبوه ونحلوا له الطريق باش يدخل، ونديروا لهم تظاهرات في مراكش، نجيبوهم كيبغيو مراكش بزاف يجيو لمراكش، ونجدوا لهم الاطر الاخرى ويتلاقاو مع بعضياتهم ونديروا لقاءات، حيت الا درنا هكا وخدمنا هكا غادي هذيك الجاليه ديالنا ما كيبيروها. علاش انا كنقول لك عندي 1000 اطر كلها اصدقاء ديالي، كلها عندي الارقام ديالها، غير نعيط لهم يجيو، ولكن خصني نعيط لهم على شي حاجه اللي هي صحيحه، خصني نجيهم نبركهم مع مسؤولين ونشوفهم واش عا كنهضروا، واش عا الهضره 1000 واحد هذا عنده 1000 واحد ندير بهم شركه. وي وحتى الرساله ديال الملك كانت واضحه، معلوم فهو قال حنا الرساله كانت واضحه باننا بحاجه الى جميع المواطنين المغاربه خارج وداخل ارض الوطن، يعني المغرب بحاجه لابنائه. ولكن ما نساش انه يركز على واحد النقطه اللي هو ان ما كيتمش تقديم تسهيلات الجاليه المغربيه، وانها كتلقى مجموعه من الصعوبات والعراقيل اللي كتواجهها وخاصه في الادارات، فهو شدد على هذه النقطه هذه ويعني وكان حازم فيها. هذه النقطه راه مهمه، راه بلا دارت هذه الهيئه خاص يكون فيها قسم ديال القضاء، هذا القسم هذا يدور يكون عنده شي 20 موظف يدرسوا هذه المشاكل ديال الجاليه اولا وقبل كل شيء، وتكون عنده ثاني شي اداره اخرى خاصه بالمشاريع الاستثماريه اللي ما اللي ترفضت. علاش ترفضت؟ خاصها تعرف علاش ترفضت، زعما دابا خاصنا يعني خاصها تتم المواكبه ديال هاد المشاريع، خاصنا الميزانيفو باش نقول بالعربيه ما عرفتوش سمحوا لي، خاص يدار الميزانيفو لهاد الجاليه المغربيه في الخارج، عندها مشاكل، هاد المشاكل خاصنا نحرفوها ونحطوها وحده بوحده حتى نحقوها، وحنا مستعدين نخدموا مجانا مع الدوله ديالنا. هذا بحال غادي نهزوا الكلاطه وغادي نحاربوا، فهمتي؟ ما نكذبش عليك، واش نحارب على بلادي؟ ونحارب على بلادي باي شيء إن كان. لا كان شي مشكل ديال الجاليه احنا مستعدين نديروه. وانا مخلي دابا انا خليت ولادي لهي، وخليت انا كنجي للمغرب دابا شحال 15-16 مره كنجي باش نقضي المشاكل اللي هما عندهم، وانا غير وحدي ما كافيش مني كنرتب والله العظيم اللي كيقولوا لي بعد اختار في المهاجرين، يعني تضافر الجهود ضروري. سي رامي انت راه جيتي معنا وقفتي الله يجازيك بخير وهنيتينا عطينا تسديرة انتروفي حيت درنا هذا المشروع، وشي وحدينا ما تيبغيوكش سي رامي. قلت له خليهم ما يبغيونيش، انا نبغيني الوطن ديالي احسن من البغاء ديالي، واش البغاء ديالهم غادي نديرو في جيبي؟ لا انا بغيني غير نتوما، مصلحة الوطن هي الاولى. انا ما باغي انت ما باغي نترشح، ما باغي نكون حتى شي حاجه، انا باغي نكون عام في هادشي اللي انا عندي دابا، راه كما قال لي والو راه عندي 77 عام راني شرفت، ولكن خصني نتوما الشباب تعلموا ديروا. دابا وليت كنعين مكاتب اخرى فيها الشباب بزاف وفيها النساء بزاف، علاش؟ انا كنحترم الكوطه ما بين المراه والرجل، والمكاتب اللي عندنا برا كلهم غير الشباب، ما نكذبش عليك ما كاينش اللي ما عندوش 25 كون، من 25 كون الفوق يعني حتى ل 45 كون ما نقدرش نعينوا شي واحد 25 كون. وي وراه غادي الحمد لله، حنا غنتسناو غير هاد الهيئه الدار، لما غدار هاد الهيئه غادي ديك الساعه بدا بسم الله ان شاء الله. واش غادي نقول لك يعني هاد العنايه ديال حتى انا نجبدوا قليل الفلوس، المغاربه كيصيفطوا الفلوس بزاف وبالخصوص في الازمه اللي هي كانت جائحه كورونا راه وصف
قصدي الناس كيصيفطوا فلوس اللي عندك كنقولوا لهم حنا ما تخليش شي ريال عندك برا صيفط لبلادك راه لا صيفطتيهم غادي يكونوا عندك وغتستافدهم البلاد وغتستافد منهم انت راه ماشي غتصيفطهم ليهم هما ديالك كتدخلهم للكونت ديالك ولكن راه كاينين الفلوس كيدخلوا للبلاد وملي كيدخلوا للبلاد ملي تكون شي حاجه كاع الله يحفظ انت راه عندك بعدا رزقك في بلادك باش تجي دير المشروع ديالك كاينه هيئه كاينه بنكات حنا عندنا بنكه اسمها بنك العمل خدامين بها كنديروا بزاف المجهودات الجاليه ودابا البنكه مسكينه تاهي راه خصها تعاون خصها ديفلوبا مزيان كتعاوننا شويه البنك الشعبي ها هي دابا يمكن غادا دير معنا شي حاجه اللي كنشوف فيها غاديه ف الى هاد الابناك بغاو يتعاونوا معنا كلهم راه شي حاجه كبيره غادي ندير غادي نسمعوا من الخطاب الملكي ونخلقوا صندوق اخر ونسميوه بعدا صندوق الاستثمار خاص للجاليه المغربيه بالخارج خاص ونانفيستيو فيه حنا نستثمروا فيه واللي صيفط شي فلوس للبلاد تحيد منها شي حاجه وتدخل لهذا الصندوق باش هذا الصندوق يكون عنده المكانه ديالو. وي ومن اهم الحويجات اللي ركز عليهم الخطاب ديال الملك محمد السادس هو الطائفه اليهوديه. خلاص هذوك راه خوتنا ولاد عمنا ما غاديش نكرهم. فهو اشاد بالمجهودات اللي كيبذلوا وفي نفس الوقت وصى انهم يتهتم بهم. غادي نقول لك واحد القضيه الجاليه اللي عندنا حنا دابا النوادي اللي موجوده في العالم ما كاينش اللي ما عندوش من الجاليه اليهودي ما عضو معاه في المكتب لماذا؟ انا مغربي واش غتقول لي سير في حالك انت يهودي؟ لا حنا ما بغيناش اليهود بالعكس يهود كانوا عندنا وحميناهم ومازلنا نحميوهم وهم معنا وما غنفرقوش معنا هما دائما كيترافعوا على القضايا انا ما كنشوف التطبيع ولا ما التطبيع فهمتي اسيدي نطبع مع من نطبع مع خويا واش حتى خويا ما تخلينيش ولدي هذاك راه ولدي اللي تي ماروك مشى للخارج ودخل بواحد العمال وخدام مع راسو تفكر يرجع بلادو راه عنده جدود وميتين هنا مدفونين هنا كيجي يزورهم تقول له لا بس يا فحالك انا نطبع معاك ممكن عندهم واحد الوطنيه يعني دائما كيتبتوها في جميع المناسبات كيعبروا على الوطنيه ديالهم كيدافعوا على القضايا ديال بلادهم يعني مستحيل اننا نستنيوهم واش ما رديتيش البال المغاربه في الخارج كيبغوا الوطن ديالهم والملك ديالهم المغاربه الجاليه في هذه الجاليه كاينه الجاليه اليهوديه حتى هي كدير نفس الشيء اللي كيدير راه حنا فحال فحال راه لا فرق بيننا وبينهم حتى الهيئه اللي غدا لهم راه هي اللي غدا غتكون ضامه الجميع جميع حيت ما يمكنش تكون هيئه خاصه غير بهم وهيئه خاصه غير بينا هذه راه هي التفرقه بالعكس هذوك الناس وحنايا جميعا الهيئه تخدم لنا وحنا نديروا يدينا مع الهيئه ونخدموا معها باش نحققوا امنيه صاحب الجلاله الا هو الوفاق للجميع وباش نقدروا نوصلوا الى مغرب الغد معلوم داكشي اللي كيحلم به الملك محمد السادس غادي يعجبوا الحال غادي يعجبوا الحال ما حنا دابا غنخدموا على قضيه الاتحاد ما كناش متحدين صراحه كل واحد كيجبد في جبيعه دابا شوف شحال من هيئه كتكلف بينا ولكن حتى واحد ما باغي دوك الهيئات ما علاش حيت حنا مفرقين ها المجلس المؤسسه هذا هذه وزاره الجاليه ما حتى شي حاجه ما دارت الجاليه زوينه اللي تبقى نشوفوها دائما الى هذه الهيئه بغات تخدم راه غادي تخدم وراه غادي تشوف ان شاء الله احنا مستعدين شكرا سي بوشعيب على هذه المعلومات اللي عطيتينا وعلى هذا النقاش اللي كان بناء فهذا هو لقاءنا اليوم مشاهدينا وصلنا لنهايه لقائنا على امل ان نتلاقاكم في لقاء جديد ومع ضيف جديد ان شاء الله السلام عليكم.